الله يا أمي، ألف ما شاء الله عليه، جمال كبران وصاير بياخد العقل خزيت العين. ما شاء الله ما شاء الله، الظاهر التياب يلي اشتريت له ياهن رح يطلعوا صغار. قصر كرمان، تفضلوا. أختي ليلى، هي أنا زهرة. زهرة؟ خير إن شاء الله، ليش اتصلتي لهون؟ أنا بس قلقانة على ابني جمال. طمنيني، وصلوا على القصر وجمال منيح؟ وصلوا والحمد لله، جمال كتير منيح. ممكن تقربي التليفون لعنده؟ بدي اسمع صوته. ما حذرتي زهرة، انت ما عاد فيك تسمعي صوت جمال ولا تشوفي وشه. بس هو بيكون ابني اخي ديفران، انا كتير قلقانة عليه. لا يا، طالما قلقانة عليه ليش تركتي لحاله؟ كان لازم تجي معنا على القصر. انا كنت جاية وشفت شو صار معي. اصطفلي، انت اللي تخليتي عن ابنك وتركتي. انسي جمال ولا عاد تتصلي، فهمتي؟ رح نهتم بجمال، وكمان نحن رح نزوجه لعلي. وزوجته بتربي جمال. شو؟ كيف؟ لا، انتو ما فيكن تساووا هيك شي فينا، وما بيحق لكم ابدا. جمال بيكون ابني انا. بس انت تخليتي عنه، انت اللي تركتي. زهرة، خير بنتي؟ ليش عم تصرخي؟ انت مع مين عم تحكي؟ اسمعي زهرة، رح اعمل كل شي لخلي جمال ينسى انه انت امه، وانت نسيه، فهمتي؟ لا تتصلي. خير ما عملت، الله يبعدهن عنا. بدكن تزوجوني مرة تانية؟ امي، تخيلي، قال علي رح يتجوز وحدة تانية هلا، وقال هي رح تكون امه لجمال وتربي، وانا لازم انسى. معقولة هالحكي بنتي؟ هنن عم يحكوا هيك بس ليخوفوكي حبيبتي. لا يا امي، ديفران قال انه رح يساوي كل شي ليخلي جمال ينساني. لا يا روحي، هذا شي مستحيل وما في داعي تبكي، هنن ما بيقدروا يساووا هيك ابدا، وانتي ما رح تبعدي عن جمال، فهمتي؟ انتي امه يا زهرة، وهو مستحيل ينساكي. معقولة تبكي منشان هالشي؟ يلا تعالي خلينا نطلع لبرا شوي، خص عليكي، معقول تبكي منشان هيك شي؟ تعالي. وقف، فارج ليك، استنى. خير شوفي، دعست على شي حشرة؟ قولي أنا دعست على صرصور أو عنكبوت، هو ما تحت رجلي. حط رجليك هون وبعدين فيك تكمل طريقك. شو؟ ولا شو ها؟ إيه، أنا مسحت الأرض والمنطقة صارت معقمة، لا بكتيريا ولا ميكروبات. أستغفر الله، والميكروبات شو رح يجيب على رجلي؟ وعلى فرض أنه في ميكروبات على رجلي شو رح يصير؟ مو لما رح فوت على الحمام واتحمم رح يموتوا فوراً؟ يلا لا تساوي هيك حلمي، حط رجليك هون. يلا يلا حط رجلك. لا تساوي هيك لك. لا لك، شو هاي المواد يلي انت خليتيني حط رجلي فيها؟ ولا شي، شوية دواء غسيل وكلور على شوية روح الملح وشوية خل وشوية مية أكسجين. أنا حطيت خل ولا لا؟ شو هالحالة هي؟ أنا ما عم بتذكر أبدا، ما حطيت خل؟ حطيت الخل بعد ما حطيت الكلور؟ والله ما عم بتذكر بنوب. برافو عليك يا ديفران، زهرة ما عاد تفوت من هذا الباب بعد هلأ، وأكيد علي ما راح يضل عزابي، لازم نلاقي له شي وحدة بأسرع وقت مشان يتعود جمال عليها من هلأ. بدي اتزوج، لأنه عن قريب رح كون الآغا لعيلة كرمان. ومن وين لوين لحتى أنت تكون الآغا يا علي؟ ومين رح يكون؟ أكيد علي، مين ضل غيره من عيلة كرمان؟ وكمان ابني هو حفيد العيلة والوريث الوحيد. الام نوجين قالت لي اذا جبته بصير الاغا. ايه بس انت ضيعته لجمال. يلا اسألي مين اللي جابه. اثنيناتهم جابوه سوا،
الأغاوية من حق علي وهو رح يحافظ على نسلنا. ابني انت ليش ساكت هيك؟ قول انك حطيت روحك بخطر مشان عائلة كيرمان، قول انه الأغاوية من حقك انت. لا اتركي يا امي، انا موافق. علي ما قدر يحافظ على ابنه جمال، وإذا عائلة كرمان ما عندهم أي مشكلة يأمنوه على اسمهم وسمعتهم، أنا ما عندي مشكلة، موافق. حبيبتي شوفي أنت عم تقلقي على الفاضي. طيب بلكي ساووا هاد الشي ها؟ بلكي عن جد هم جابوا أم تانية لجمال، أو بلكي ما خلوني شوفه أبدا. رح تشوفي، وأنا بوعدك ما رح يصير هذا الشي. صدقيني ديفران حكى هيك بس مشان يخوفك. بس أنا كتير خايفة يا أمي، اليوم لما اتصلت ما خلوني حتى أني اسمع صوته. أكيد رح يحاولوا يخلوا ينساني، رح يجيبوا أم تانية لأبني. بكفي اهدي ولا تبكي. اسمعي تعرفي شو رح نساوي، انتي بس اهدي ولا تقلقي وخلينا نعرف الوضع هنيك. ايه وشلون رح نعرف امي؟ منتصل باكتر وحدة من سقفية. الو ملاك؟ كيفك؟ انا منيحة اختي فاطمة، بس زهرة قلقانة، عرفت شي وترى. اختي بدها تحكي معك. الو خالي فاطمة، مزبوط هالشي؟ مزبوط علي رح يتزوج وحدة تانية ورح يجيب ام غيري لجمال؟ زهرة لا تزعلي ولا تبكي، ديفران حكى هذا الشي وعلي تحمس للموضوع. بس امي طلع هالشي صحيح، علي رح يتزوج مزبوط. الو اختي فاطمة. ملك ما في شي اكيد، يعني كله مجرد حكي، بس اذا صار شي انا بتصل فيكم وبخبركم فورا. انتبهي لا تخلي زهرة تزعل. تمام شكرا اختي فاطمة. مرحبا بهار، وينهم ملك وزهرة؟ طلعوا لبرا على الحديقة. في عندي لهم خبر كتير حلو. شو هو؟ طلعت هوية لزهرة. الله يسلمهم، معارف إسماعيل بدائرة النفوس ساعدوني بهذا الموضوع وسرعوا لي الإجراءات، وهلأ صار عند بنتي هوية. ومريت على مدرسة بيلين بطريقي. ليش صاير مع بيلين شي بالمدرسة؟ لا أبدا، بس سجلت زهرة بالمدرسة. ما فهمت. زهرة رح تكون بنفس المدرسة مع بيلين. كيف بتسجلها من نص السنة الدراسية؟ لازم تتعود على المدرسة، ومنعتبر هاي السنة فترة للتأقلم على المدرسة، وهيك للسنة الجاية بتقدر انه تبلش دراستها من الصف اللي بيحددوا ليا بعد الاختبار. رح تكون مع بيلين بنفس الصف، وهيك بيلين بتساعدها بدروسها. بس ما بتوقع انه بيلين رح تتقبل الموضوع ابدا. انا رح احكي مع بيلين ورح تكون متعاونة. ها بنتي؟ كيف رح تكون يلي رح يتزوج علي؟ مرا عصبية أو لئيمة أو ما عندها رحمة، مين بيعرف؟ لا تفكري بهالشغلات بنتي. جمال كتير بيبكي بالليل، ابني ما بيسكت إلا معي، وإذا هو بكي كتير ساعتها ممكن تتضايق وتعصب عليه، وقتها يمكن تضربه. امي رح تضرب ابني. اهدي شوي، ما رح يصير شي يا بنتي، بعدين علي ما رح يتزوج بكرة حبيبتي، وفاطمة قالت انه لساته مجرد حكي وما في شي اكيد، واذا علي تزوج بعد ما تطلع هويتك منقدم طلب للمحكمة لنرجع ناخد جمال. بس المحاكم تاخد وقت طويل كتير يا امي،
يعني لبين ما نقدر ناخد جمال بيكون اتعود على مرت علي ونسيني. ابني رح يكبر من دون ما يعرفني وراح ينادي لي يا أمي. طلع، ما رح نسمح بهذا الشيء. ديفران ساوى هيك بس ليخليكي تقلقي وتنهاري. بالأول خلينا نفهم إذا الموضوع صحيح ولا لا. إيه حبيبتي لا تبكي. هدول الطلبيات المتأخرة يا آغا، طلبوا منا أجرة غالية مشان تصليح الآلات وما عرفنا شو بدنا نساوي. بس حق كل هدول مدفوع. مين اللي دفع؟ ليلى خانم اجت وساعدتنا، حتى التقيت مع المندوبين تبع الشركات. شوف هالليلة. وكمان اجت وخانقت العمال يلي هون ونبهتهم هيك بتعملوا هيك ما بتعملوا وعطتهم أوامر وكلياتهم صاروا مثل الألف. فكرتك انك ما رح تجي، ما بتتخيلي قديش اشتقت لك. ما فيني طول، طول الليل عم فكر فيكي. قلت انه والله نقشت مع ليلى، بس بتعرفي كيف تشتغلي، بنت ذكيه وما في مثلك. شوكات هلا افتح اذانك واسمعني منيح. اخر مره سمعتك فيها فتت على السجن، هلا انت يلي رح تسمعيني. منسرق عيله كرمان ومنسافر، منضل طول عمرنا عم ناكل بهالمصح، منروح على المكان يلي بتحبيه ليلى. بس وافقي، منسافر مع بعض ومنعيش بمكان بعيد. رح تكون كل الدنيا تحت رجلينا يا ليلى. بكفي، الظاهر ما فهمتني منيح. طلع، انا مرة متزوجة وما بخون زوجي ولا بيتي ولا عيلتي. روح واطلع من حياتي ليلى. خد هدول هلا وروح على اي مكان بدك اياه بالعالم واتركني بحالي. اسس لحالك حياة جديدة، لاقي لك بنت وتزوج وعيش حياتك مثل ما بدك بعيد عني. بكفي بقى، روح واتركني بحالي. ياسمين، ممكن تاخدي لي القهوة لبرا على الحديقة؟ ماشي سيد ميرزا. اسم الأب ميرزا. شو هاد؟ شو هاد؟ بيلين؟ كيف يعني اسم أبوها ميرزا؟ لتكون أنت أبوها لهالبنت يلي مكتوب مزبوط؟ أنت بتكون أبوها لزهرة؟ بنتي قعدي هون لشوف. جاوبني على سؤالي، لهذا السبب جبت على بيتنا؟ لأنك أبوها عم تهتم فيها لهالدرجة؟ ليلين، معك حق، بس ما كان بدي إياكي تعرفي بهي الطريقة. أنا آسف بنتي. لا تقلي بنتي، مستحيل أقبل أن يكون مثل هديك المأملة. خلاص حبيبتي بيلين، اهدي شوي. وانتي خبيتي عني، كنتي بتعرفي كل شيء من الأول. لا ليلين، ممكن تقعدي شوي؟
هون ولا تخلوني اشوفكن ابدا. انا ما بدي اياهم يضلوا ببيتنا ولا لحظه. خليني نلعب فورا. خلاص اهدي شوي اهدي. يعني صار كل شيء واضح يا امي، مو هيك؟ الاغويه من حقي، والام نوجين قالت على الحكي بيتمها. يلي مو من عائله كرمان ما بيحق له يكون الاغا بهي العائله. ايه مزبوط هيك قالت. ايه امي، وابني رح يكون من بعدي كمان، واحتمال لما اتزوج جيب كتير اولاد. ما علينا امي، منحكي بهالموضوع بعدين، ما تفكري فيه. ما رح نقلع ديفران، هالبيت كتير كبير ومنعيش كلياتنا مبسوطين هون. يا امي، كل الحكي اللي عم ينقال عن ديفران مو صحيح، وبعدين انت بتعرفي منيح لعلي ما فيك تأمني على خاروف، كيف بدك تأمني على عشيرة كبيرة؟ يلي بيلبس التاج هو اللي بيكون العائل، وصاحب الخبرة بيتنازل للأصغر، وعلي مع الوقت بيتعلم كيف لازم يتصرف منيح. امي معقولة تنسي بهي السرعة؟ لسه من فترة قريبة خلاكي تخسر كتير مصاري، ولا لما لحق المخدرات، ولا لعب القمار وغيره، ما خلى مصيبة إلا ورطنا فيها. معقول هلأ يجي ويصير الأغا على راسنا؟ هو ابن عيلة كرمان، والأغوية من حقه لعلي يا بهية. الكل بسببي عم ينقهروا ويزعلوا. لو سمحتي ما بقى تقولي هيك، ما عليكي ذنب بنوب. لا هي الحقيقة، ما نك شايفة؟ لما اجيت على هذا البيت انخطف روزجار وبيلين متضايقة. هي معها حق، دايما بدمر حياتي اللي حوالي. ما عليكي اي ذنب، لا بقى تلومي حالك زهرة. روزجار تعال عندي حبيبي. أنا كتير سألتكن ليش هالبنت عايشة ببيتنا، بس كل مرة كنتوا تكذبوا علي. تعال يا ابني عود يا بطل. أنا آسف بيلين، أنت معك حق، بس أنا عن جديد لعرفت أنه بنتي زهرة موجودة، ما كنت بعرف قبل هلأ. أنا وملك تزوجنا لما كنا بالجامعة، وبعد فترة انفصلنا. أنا أساساً لما عرفت كنت رح خبركم بهذا الشيء، بس كنت عم حاول لاقي الفرصة المناسبة. القصة بدها شوية وقت، بس هلأ أنتوا اتنين عرفتوا هالحقيقة، يعني زهرة بتكون أختكم. لا أبداً، هديك البنت مو أختي، أنا ما عندي غير أخ واحد روزجار، بس هو. ليش عم تساوي هيك حبيبتي؟ ليش عم تزعلي أبوكي؟ أساساً أنتوا رح تبقوا دائماً أولادي اللي أنا بحبكم، وما رح يكون في أي مشكلة بالمستقبل، ولا أنت بدك تزعليني؟ لا تعملي هيك حبيبتي. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. الله يعافيكي. بسجلهم وبجيب لك الدفتر. ايه جيتي لتأشرفي على العمال؟ لا ابدا، جيت مشان شوف اذا كنت بحاجة شي. فيصل حكالي شو ساويتي بغيابي، بتشكرك ما تركتي المحل فاضي. العفو يا اغا، حسرتي على غيابك بحبسها جوات قلبي وما بخلي حدا يحس فيها. سكتت كل اللي عم يحكوا عليك من ورا ظهرك، وبنفس الوقت ما تركت مكانك فاضي. أنا ما رح أتركك يا ليلى، ما بتركك لأي حدا. استنى، ما ضل كتير قرب تخلص.
شازيمان بكفي بقى، انت كتير مسحتي هالسجادة والله صارت هلأ كأنها قديمة. لسه كمان ما نطفت منيح، على الأغلب مليانة ميكروبات. انت ما بتشوف بالإعلانات؟ يعني في بكتيريا وميكروبات وفي مخلوقات كتير مضرة بتعيش بالسجاد وما بتنشاف بالعين، وما بيصير هيك. لما تجي الخالة عائشة ما بيصير يكون في ميكروبات وبكتيريا، وانت لازم تكون مرتاح ببيتك، ونظافة شرط للزواج السعيد، وانا ما بسمح انك تعيش مع هاي المخلوقات الغريبة. لا ما بتفرق ابدا، لاني اساسا عايش مع مخلوق غريب. بس على فكرة هذا شيء معجزة لانه لساعتني عايش. لا لا ما فيني ارتاح هيك، احسن شيء امسحها مره اخيره كمان. يا رب رح امسحها مشان اطمن وما يضل جواتها شيء. كل الميكروبات انا ما عارف فيني اتحمل اكثر بعدي هيك بشوف. انا طالع لبرا هلا بتصحى دكتور. يا عمي خلي يا ربي معقوله مات؟ يا ويلي ما فيني اطلع اذا كان ميت. حلمي السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا جديد بهرماني، عم أسعى ورا رزقي. خبروني إنه في هون آغا كبير وكريم، قلت لحالي أكيد بيكون عنده شغل لإلي. أنا كنت أشتغل بالسجاد، ما بحتال ولا بكذب، وشو ما بتشغلني بشتغل، وما بتدخل بشي ما بيعنيني. فيصل. نعم آغا. ورجي الباب لهالأخ وقول له ما لنا بحاجة لعمال. حاضر يا آغا. تفضل. زهرة كيف بيلين؟ منيحة؟ أي منيحة، هي مجبورة تكون منيحة. أنت كيفك؟ أنا مضطر أطلع لبرا شوي، في عندي شغل. بالأول بدي روح عالمدرسة تبعك مشان كملك تسجيلك فيها، وبعدين بدي روح اشتري لك قرطاسية وتياب المدرسة. شو رأيك لو تجي معي؟ حلوة هالفكرة كتير. يلا بنتي روحي مع أبوكي واشتري غراض المدرسة وقضوا وقت حلو مع بعض. لا تخجليني حبيبتي. يلا تعالي معنا. تمام بيجي. يلا لكان امشوا. تعال. سمعتي بابا قال انه ما رح يتغير اي شيء، ليش زعلانة؟ وانت صدقت هذا الشيء يا غبي؟ لا بابا ما عاد يهتم غير فيها ورح يهملنا، وامي وابي رح يتطلقوا بكرة بتشوف. يا دكتورة خطتك ما عم تفيد بشي. صحيح زهرة بكيت شوي بس ملك خربت الخطة تبعك. قدرت تقنع زهرة انك عم تكذب عليها. هيك لك طالعوا لها هوية شخصية كمان، وهلأ ثلاثتهم راحوا مع بعضهم ليسجلوها بالمدرسة. ملك مو مصدقة انه علي رح يتزوج وزهرة مثلها. شو بدنا نعمل هلأ؟ رح نخليهم يصدقوا موضوع الزواج. مين هالضيوف اللي جايين؟ دفران ما قالك شي؟ لا يا أمي، بس قال لي خلي فاطمة تجهز شي للضيوف. بجوز يكونوا زباين مهمين كتير ما منعرف.
اسمعي فاطمة، حضري شي للضيافة. تفضلوا. أهلين وسهلين. تفضلوا. جهزتي للضيافة شي؟ ايه الضيافة جاهزة ابني. بس مين هدول الضيوف؟ أنا ما عرفتهم. رح نخطب هالبنت لعلي، كتير مرتبة وهي بنت عيلة وناس وكمان شغيلة، جبتها مشان تتعرفوا عليها، وبعد يومين الخطبة وتلبيس المحابس. وهذا هو الصف تبعك حبيبتي زهرة، في 16 طالب بكل صف، وعلى فكرة هون الأساتذة كتير بيهتموا بالطلاب. بس تبلش دروس بهالمدرسة اصحك تخافي من كثرة المواد، لأنه ما رح يعتمدوا علاماتك هاي السنة. فيهم يعتمدوها مو مشكلة، بنتي شاطرة وذكية أكيد رح تتفوق على الكل. مزبوط، أنت رح تساعديها بدراستها، طبيعي تتفوق على الكل. المديرة عم تستناكن. تمام، شكرا لك. أنا وملك رح نفوت لعند المديرة، ما منتأخر. ظاهر انه جمال حبك كتير، حتى مع امه ما بيسكت هيك. بنتي كتير بتحب الولاد والولاد بيحبوها. ما شاء الله ما شاء الله. حبيبي الو ملك. الو خالي فاطمة، انا زهرة، انا بس بدي اسمع صوت جمال. بنتي جمال نايم هلأ. بالله عن جد؟ يا الله. خالي فاطمة، يا ترى صار شي جديد بخصوص زواج علي؟ زهرة، امي عم بتقول انه ديفران عم يكذب مشان ارجع. قولي انه هي الحقيقة، علي ما رح يتزوج مو هيك؟ لا بنتي، يعني أمك معها حق، شو بدي قلك؟ هاد صوت جمال؟ هو فاق مو هيك؟ ايه. طيب اسمعي زهرة. طيب خالي فاطمة بترجاكي قولي الحقيقة مشان الله لا تخبي علي، انتي وعدتيني انك رح تقولي لي الحقيقة. زهرة في بنت، ما بعرف كيف بدي قلك. شو؟ شو قصدك تقولي؟ في بنت اجت على البيت، اجت هي وامها والام نوجين قاعده معها. شو بدنا نساوي نحن؟ هذا القدر يا بنتي. لا ما فيهم يساووا هيك فيني. لا زهرة، كل أغراض المدرسة صاروا جاهزين، إذا أنت احتجتي لأي شيء تاني فيك تاخذيه من بيلي. خير زهرة؟ شبك أنت ساكتة من وقت ما أجيتوا؟ ما فيني شيء. أختي زهرة أكبر من أختي بيلين، شلون رح يدرسوا بنفس الصف؟ لأنه حبيبي اختك زهرة ما قدرت تروح على المدرسة لفترة، هذا هو السبب. بس إذا هي جابت علامات عالية بالامتحان بيرفعوها على الصف يلي بعده مو هيك؟ أنا تعبانة شوي، تصبحوا على خير.
ملاك؟ أخي ديفران، أنا زهرة. خير شوفي؟ أنا راجعة، بس رجاءً لا تخلي علي يتزوج. تأخرتي. شلون يعني أنا تأخرت؟ لا تواخذيني يا زهرة، أعطينا كلمة للبنت وما منرجع بكلمتنا. لا، الله يخليك لا تساوي هيك. كيف بدي أرجع أثق فيك يا؟ كل مرة بتهربي، شو هالولدنة هاي؟ ترباية الولد مو لعبة. لقينا بنت عاقلة لعلي، لو شفتي جمال كتير حبه وما نزل من إيده. لا، لا تعملها، أنا رح أجي، أنا رح أعيش بالقصر وما عاد أهرب منه. لا تترجيني يا زهرة، إذا أنا وافقت لأمنه جين ما رح توافق، وحبت العروس الجديدة. هي بنت عاقلة وفهمان كتير. أخي ديفران لا تعملها، لو سمحت، ليك أنا مستعدة أعمل شو ما بدك، بس أنا أمه لجمال، لا تفرقونا عن بعض. كيف بدي صدقك يا زهرة؟ آه؟ بلكي إجت أمك وأخذتك من هون مرة تانية. لا أخي ديفران، ما عاد روح، بعدك أنا رح ضل بالقصر. بس خليهم يلغوا موضوع الزواج. والله أنا ما بعرف يا زهرة. أنا بترجعك فهمي. خليهم يأجلوا موضوع الزواج. أخي ديفران، بعدك إني ما عاد أهرب وضل بالقصر، بس مشان الله أنت ساعدني وتعال خدني منه. طيب ماشي، طالما مصرة على قرارك رح اشتري لك تذكرة باص، استني مني خبر. تمام؟ تمام، بتشكرك كتير والله يقدرني رد لك هالمعروف. ممنونتك أخي ديفران. صحة وهنا. خير؟ شو سر هالضحكة؟ ها هاي جبنا جمال ورجعنا على بيتنا وكل العيلة مجتمعة. شو بدي أحلى من هيك لكون مبسوط؟ ايه أمي نوجين، على أساس تقولي قرارك بخصوص الأغوية لما نرجع، يا ترى ما أجا الوقت لتقليلنا مين رح يكون الأغا؟ أنا طول اليوم كنت عم فكر، قلبت هالموضوع كتير براسي مشان ما أظلم أي حدا، وآخر شيء أنا أخدت قراري. هاي العيلة عاشت كتير أحزان، وهذا القصر مر بكتير مصايب ومشاكل، وأنا لهي اللحظة حاولت إني أكون عادلة وحقانية وأعطي كل حق للي بيستحق. وبصراحة ما بعتقد شي مرة بحياتي أخذت مثل هذا القرار بهاي الدرجة العالية من العدل والإنصاف. بهاليوم رح تتحد هالعيلة، قراري مو بس للي موجودين، رح يكون لمستقبل كل العيلة. حتى إذا زعلتوا أو اتضايقتوا مني، يلي رح يكون الآغا وزعيم هاي العيلة ورح يرفع اسم عشيرة كرمان، وإذا كان في حدا رح يخلي اسم هالعشيرة بالسما، فهو شي أكيد رح يكون ديفران. ما رح خجلك يا أمي ولا أنتو، أمي معها حق، هذا اليوم رح يكون اتحادنا.
من هلأ ورايح رح نساوي كل شي مع بعضنا، وأي مشكلة رح نحلها مع بعضنا، وعد. علي ليك، أنا ما كان في عندي أخ، بس هلأ أنت صرت أخي. يا راسي اخ، لو اني متتقبل موافق نسوش هالمرغ. حلمي كيف صرت هلا؟ طمني ان شاء الله احسن. لا تجي، روحي يا عمر، لا تقربي مني، لا تقربي مني. مضطرة اقرب مشان غير لك الضماد. مو قال الدكتور غير لك الضماد؟ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس. لا مو هيك يا حلمي، بالأول كان لازم تستعوذ من الشيطان. ايه أنا بستعوذ من الشيطان وبتمنى يحل عني، وإن شاء الله اليوم رح ساوي ختمي للقرآن. فهلا سوف عادي يتركني بحالي. حبيبي ما بصير تقوم، يلا عود. حلمي انتبه. حلمي زوجي وقع. عجبك هلا؟ شفتي شلون أكلوا حق ابنك قدام عيونك؟ أنت شفتيهم؟ لأنه جين كيف بتختار ديفران؟ ما عم بستوعب شلون واحد مانو من عشيرة كرمان بيصير الآغا. لأنه هنن ظالمين، هنن ظلموا ابنك عديم الأصل عم عيون الأم نوجين، بس بيشوف شلون رح أنتقم منه. إيه ماشي، 10 دقايق بكون عندك، جهز الشاي فورا. ابني لا تتأخر بالرجعة، بعدين بينشغل بالي عليك. Sana geldim.